يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: غالب المطاعم تستخدم الدجاج المستورد، وذلك لرخص سعره، وقليل منها يستخدم الدجاج المحلي. السؤال: هل نسأل عن هذا الدجاج الذي يستخدمه المطعم إذا أردنا الشراء منه؟ مش تبيب المطعم أنت أصلاً، مش تبيب المطعم. إذا بغيت السلامة والنجاة اشر دجاج من ذبح الوطن واطبخ في بيتك، شيء تثق منه تعرفه. نعم.